thank you السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد كنت تمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال فيديو جديد متنوع غادي نشارك معكم جوج ديال الحلويات اللي صيبت انا والوليدات ديالي في اخر الاسبوع كيك رولي او جينواز وغادي نشارك معكم لي مافين اقتصاديين وسهلين المهم هاد جوج وصفات تقدروا تعتمدوهم بحال هكذا في اعياد الميلاد ولا في الحفلات المدرسيه وعلاش لا غير مع وليداتكم بحال هكذا في اخر الاسبوع تبغوا تفرحوا بهم وتبرعوهم وتصايبوا لهم حليوات زوينين وتدخلوهم معكم حتى هما للكوزينه يشاركوكم التحضير وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو غادي نشارك معكم طريقه تحضير الناباج في الدار حيت بزاف ديال البنات كيسولوني منين كنشريه كنصايبو في الدار غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنصايبو فخليكم معايا وما تمشيو فين <applause> <applause> بالنسبه للحلوه الاولى ولا الكيك الاول اللي غنقترح عليكم غادي نوجد الجينواز او الكاك رولي ولكن ما درتش معكم المقادير بالتفاصيل حيت كان سبق لي ونزلتها لكم في واحد الفيديو فردي جينواز كتنجح من اول تجربه مية في بمقادير سهله وبطريقة مبسطة بالنسبة للبنات اللي مازال ما شافوهاش غادي نخلي لكم الفيديو لتحت في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفو الفيديو فيه جميع المراحل كيفاش كنحضر هذا الكيك هذا رولي او الجينواز وان شاء الله غينجح معكم من اول تجربه بالنسبه للبنات اللي, اللي ما كتصدقش لهم نهائيا لا جينواز المهم هنايا خديت اربعه البيضات ضربتهم مزيان مع السكر ومع واحد القريصه ديال الملح وزدت عليهم الدقيق ضروري ما كنغربلوه ملي كنبغيو نوجدوا لاجينواز جينواز ما كنديرش فيها الخميره صافي كنبسطها في الطاوه اللي غادي تدخل للفران وكندخلها طيب ما كتاخذش الوقت بزاف تقريبا واحد العشرة ديال الدقائق كتكون واجده صافي مباشره من بعد ما كنخرجها كان, كان نروليها ولا كنلفها على بعضها باش كتاخذ لينا هذاك الشكل ديال رولي صافي كيف ما كتشوفوا هنايا درتها في الزيف في المنديل غادي نديرها في واحد البلاستيك الغذائي و كندخلها للثلاجه كنخليها كتبرد وفي نفس الوقت كتشد هذه الفورمه هذه ديال اللي هكا دايره رولي غادي ندوز دابا نوجد لاكاناج اللي غندير فيها الفوق بالنسبه للكناج او شوكولا درت فيه 100 غرام ديال الشوكولات الاسود درتو في زلافه هكا ديال الزاج ودرتو في البان ماغي في حمام مريم حتى داب ليا داك الشوكولات الاسود كامل عاد زدت عليه واحد الحك ديال دانون يوغورت بالنكهه ديال الفاني ولا حتى السوس اللي عندكم صافي كنحرك مزيان هداك الشوكولاتة مني كيدوب مع داك الحك ديال اليوغورت وكنحصلوا على غاناج وشوكولا ساهل التحضير كتي... كيمكن كي لكم بحال هكذا تزينوا به لا جينواز الكيك رولي ديالكم ديال لا كريم اي حلوه كيمكن لكم تزينوه بها كيف ما شفتوا معايا ساهل وكيجي لامع وساهل التحضير صافي <applause> من بعد ما وجدت الكاناج او شوكولا جبت هذيك لاجينواز اللي كنت خليت في الثلاجه كتبرد كنقطع عليها الجناب ديالها كنقاد لها الشكل ديالها ومن الحال هاد الطريفات هادو اللي بقاو ما غاديش نرميهم غادي نعطيهم لوليداتي معايا في الكوزينه راكم عارفين من اللي كيكونوا معكم من الوليدات في المطبخ كيبغيو يذوقوا من الشكلاط يبغيو يذوقوا من الكيك المهم اي حاجه كيبغيو يدوقوها صافي هنايا غطيت ليها الوجه ديالها آه كامل بالشوكولات كيف ما كتشوفوا معايا غطيته كامل ودابا غادي ندوز باش نزينها <applause> في الوسط ديال لاجينواز انا ما بغيتش ندير القشده الطريه ولا لا كريم فريش درت غير لا ديال الفريز في الوسط ديالها دهنتها مزيان وعاود روليتها لفيتها على بعضها صافي وغطيتها بحال هكذا بالشكلاط راكم عارفين الوليدات الصغار كيبغيو الحويجات اللي فيهم الشوكولا بزاف صافي غطيتها بالشكلاط بحال هكذا بالنسبه لتزين كل وحده و... والمخيله ديالها كيف ما بغيتو تزينوه زينوه انا اليوم درت غير شويه ديال هاد القليبات هادو ديال السكر باللون الابيض واللون الغوص صافي زينت لها هكذا الوجه ديالها آه غادي ندخلها للثلاجه واحد المده ديال ساعه آه تشد فراسها شويه باش ملي نجي نقطعها دغيا تقطع بالموس صافي غادي ندخلها للثلاجه نخليها كتبرد وغادي ندوز باش نوجد معكم كيف ما قلت لكم ناباج صنع منزلي بطريقه سهله غادي نوجدو معكم ومتاكده غادي مي غادي تشوفوا معايا في القناه غتوجدوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم وغتعتمدوه ديما عندكم في الدار بالنسبه للطريقه ديال تحضير الناباج سهله وما كتاخذش الوقت وغادي ينجح معكم ان شاء الله من اول تجربه حيت بزاف البنات كيخليو ليا في التعاليق نزعمني منين كتشري الناباج باش كدهني الحلويات ما كنشريش البنات كنصايبو في الدار حيت قليل فين كنلقاه ومن اللي كنلقاه كنلقاه غالي في الثمن فانا كنصايبو في الدار واليوم غادي نشارك معكم طريقتي ومتاكده مي غتجربوه غتصايبوه في الدار ما غاديش تبقاو تستغناو عليه باش هكذا تبقاو تزينوا الحلويات ديالكم المهم في المقادير غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الماء بارد كاسون ديال السكر السقيل ولا السكر جلاسي واحد المعلقه كبيره ديال النشا او المايزينا طريف صغير ديال الحامض وواحد الساشي ديال السكر فانيلا باش غادي نسموه خديت هنايا كسرونه غادي ندير فيها هذوك جوج كيسان ديال الماء بارد المهم البنات انا القياسات عطيتهم لكم بالكاس ديال العنبه باش هكذا يكون واضحه عندكم كل شيء المهم جوج كيسان ديال الماء بارد غادي نزيد عليهم هذوك الكاس ونص ديال السكر الثقيل السكر كلاصي المهم كاس ونص ديال السكر الثقيل معلقه كبيره ديال النشا اول مايزينا كندير واحد المعلقه كبيره اللي كتكون عامره صافي غادي نزيد هذاك السكر سكر فانيلا واحد الساشي باش كنسموه وكتجي فيه واحد الريحه زوينه ديال الفانيلا الا عندكم منكهات كيمكن لكم من بعد ما كتوجدوه كتضيفوا عليه مثلا النكهه ديال الحامض ولا النكهه ديال الفريز كيمكن لكم ديروه حتى بالالوان المهم انا كفيت غير بالساشي ديال الفانيلا حيت عارفه غيكون متوفر عند جميع البنات في الدار المهم هنا كان زدت هذاك الطريف ديال الحامض كنحركو مزيان حتى كيدوب لينا النشا مع السكر كلاصي ومع الماء صافي دابا غادي نديرو فوق فوق البوطه فوق العافيه صافي كندير الكاسرونه بحال هكذا فوق البوطه على عافيه متوسطه وكنخليه حتى كتطلع فيه الغليه بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على لا مايزينا ولا على النشا بالنسبه للبنات اللي معايا هنا في ايطاليا راه غتلقاوه بجوج ديال السميات يا اما بالاميدو دي مايس بحال اللي كنوريكم دابا هو النشا ديال الذره وكاين الفيكولا دي بطاطي اللي هي النشا ديال البطاطا كتلقاوه بجوج ديال الاسامي ومتواجد في جميع لي سوبر رخيص ما غاليش صافي أه كنديروا داك كيف ما شتو درت فوق العافيه وكنبقى نحرك بالفوه ولا بهكا بالطراب تقريبا واحد المده ما بين سبعة حتى ل ديال الدقائق هو كطلع فيه الغليه وحنا كنحركو في نفس الوقت ما كنحبسوش نهائيا من التحريك تقريبا كما قلت لكم ما بين سبعة حتى ل ديال الدقائق صافي كنبقاو نحركوه حتى كيولي اللون ديالو شفاف كطلع فيه الغليه صافي وكنحبسو كنطفيو عليه العافيه انا غادي نديرو فواحد الزلافه ديال الزاج وغادي نخليه كيبرد من بعد ما كيبرد هكذا كيولي الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا كيولي اللون ديالو شفاف آه كل ما خليتوه كل ما كيزيد يعقد من طبيعه الحال حيت دايرين فيه النشا هو اللي كيجمعوا كي البنات غادي تجربوه انا متاكده غادي تجربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم وغتعتمدوه ديما باش تبقاو تلمعوا به الحلويات ديالكم ولا لي ديالكم ولا لي صابلي ديالكم المهم راه كتغطيوه وكديروه في الثلاجه وكيبقى مده طويله ملي كتبغيوه كتجبدوه وكتسخنوه وكتلمعوا به الحلويات كنتمنى البنات تجربوا ويصدق معكم من اول تجربه ان شاء الله بالنسبه <applause> للكاب كيك او المافين آه، كنت سبق ليا ونزلتهم معكم في القناه بطرق مختلفه اليوم غادي نديرهم باليوغورت بدانون آه، المهم في المقادير غادي نحتاج واحد الكاس ديال دانون بالنكهه ديال الفاني وكيمكن لكم ديروهم حتى بالنكهه ديال البنان كيجيو زوينين كاس ديال الزيت النباتي كاس ديال السكر سنيده جوج ديال البيضات رشه ديال الملح غادي نحتاجو واحد الساشي ديال الفانيلا باش نسمو به هاد المافين هادو اه بالنسبه للخميره ديال الحلوه غادي ندير غير نص ديال الساشي او ما يعادل 7 غرام او جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوه وغادي نحتاجو الدقيق الابيض طحين الفورص غادي نحتاج واحد جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاجو غادي ندوز دابا باش نخلطهم معاكم واحد الزلافه هكذا ديال البلاستيك ولا ديال الزاج اللي عندكم درت فيها هذوك جوج ديال البيضات ديما كنأكد يكونوا بالدرجه ديال حراره المطبخ الكاس ديال السكر سنيده واحد القبصه ديال الملح وغادي نزيد هذاك الساشي ديال السكر فانيلا صافي وغادي نخدم البيض مزيان هو السكر حتى يتبدل اللون ديالو هاد البيضات انا اللي درت اليوم كان اللون ديالهم صفر حيت كنت شريتهم بيو وسبحان الله العظيم داك المح صفر فيهم بزاف أه صافي غادي نبقى نخدمهم مزيان حتى يتبدل اللون ديال البيض يولي ابيض بحال يولي كي كيولي مرغوي وكيدوب لينا الحجم ديالو أه كيف ما كتشوفوا معايا عاد غادي نبدا نضيف المقادير الاخرى أه نزيد الكاس ديال الزيت المهم ديما كنعطيكم القياسات بالكاس ديال العنبه باش ديما كنسهل عليكم الطريقه ديال تحضير اي كيك ولا اي حلوه غادي نزيد هذاك الكاس ديال دانون بالنكهه ديال الفاني العلبه ديال اليوغورت بالنكهه ديال الفاني صافي غادي نخلط مزيان حتى يندمج ليا عاوتاني الزيت واليوغورت مع الخليط ديال المافين عاد غادي نبدا نزيد الدقيق بالتدريج هو الخميره ديال الحلوه كنخليو الخميره حتى لاخر مرحله الا ما عندكمش الكاس ديال دانون الحك ديال دانون كيمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب البارد كديروا في بلاصه الدانون صافي آه هنايا غادي ندير هذاك الدقيق كما قلت لكم جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض كتقدروا ديروا غير جوج كيسان على حساب الدقيق ديالكم حتى لجوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض تحل الفرص صافي غادي ندير الدقيق كامل وغادي نزيد هذوك جوج معلقات اللي قلت ديال الخميره ديال الحلوه او ما يعادل 7 غرام ما كنديرش هاد الساشي كلها حيت الا درتوها كلها غادي يفيضوا لكم هذوك لي مافين في في القالب ديالهم صافي أه المرحله المهمه في لي مافين هي هي ملي كنوصلوا لهذه المرحله هذه كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي و كندخلوهم للثلاجه على الاقل واحد الساعه ديال المكانه هكذا باش كيجيو لينا لي مافين أه كيفاش غادي نقول لكم منفوخين ومشققين من الفوق ضروري أه ديروهم في الثلاجه كيمكن لكم توجدوهم وتخليهو تخليهم حتى ليله كامله ما كيطرى لهم حتى شي حاجه صافي هنايا خديت القالب ديال لي مافن درت فيه هاد الكويغطات هادو اللي خاصين ب... بلي كاب كيك ولا بلي مافن وغادي نبدا نبدا نخوي هذاك الخليط ديال اللي... الخليط اللي وجدت فيهم ما كنعمرش هاد الكويغطات هادو بزاف حيت مازال غادي يدخلوا للفران وغادي يتنفخوا راكم عارفين حيت فيهم الخميره فما كنعمرهمش حتى الفوق كنخليو واحد شويه فين مازال غادي يتنفخوا غادي نوزع هذاك الخليط كامل على هذا القالب هذا اللي عندي ديال المافين بقى لي واحد شويه ديال العجين درتو غير في هذا القو... في هاد القوالب هادو العاديه درت فيهم الكويغطات بحال هكذا ودرت فيهم داك العجين اللي بقى صافي دابا غادي ندخلهم للفران اللي مشعلاه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت المده ديال 10 ديال الدقائق يطيبوا وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم صافي من بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم غير يبردوا واحد شويه كيف ما شفتوا معايا كيجيو منفوخين ومشققين من الفوق علاش كيجيو مشققين بحال هكذا حيت كندخلو هذاك العجين الثلاجه كل ما خليتو داك العجين كيبرد كل ما كيجيوكم لي مافين منفوخين ومشققين بحال اللي كيتباعوا في بحال كيتباعوا بحال هكا في المخابز المهم البنات الناباج اللي وجدت معكم في الفيديو ديال اليوم غادي ندهن به هاد لي كاملين من الوجه ديالهم بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار انا غندير شويه ديال اللوز ايفيلي شويه ديال هذاك لي ولا البندق اللي مهرمش هاد القليبات هادو ديال السكر ولا اللي عندكم في الدار كيمكن لكم تخليهم غير عاديين ولا ديرلهم شويه ديال الكوك صافي غادي ندهنوهم بالناباج اللي وجدت انا وياكم كيف ما شفتوا درتو في الزلافه ديال الزاج مي غنسالي غنغطيو ونديرو في الثلاجه فوق ما احتاجيتو حيت من بعد كيعقد فوق ما احتاجيتو كنجبدو نسخنو وندهن به الحلويات ولا الكيك اللي كنوجد صافي غادي نخلي بنتي هي اللي تزين ما صورتش لكم معايا وليداتي في الكوزينه لانهم كانوا دايرين واحد القرباله في الكوزينه فما بغيتش نصورهم باش ما الفيديو طويل ولكن ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي ندير لكم روتين انا ووليداتي في الكوزينه ونوريكم شنو كيديروا ليا الفضايح اللي كيديروا ليا في الكوزينه المهم هنايا غادي نزينهم كل وحده نديروا ليها شكل ديال شكل ديال الزينه وغادي نستفهم في الطبق ديال التقديم وغادي نوريهم لكم كيفاش كيجي كي الشكل ديالكم كيف ما شفتوا معايا بحويجات بساطين وبمقادير بسيطه قدرت نصايب الكيك رولي ولا الجينواز بشكلات للوليدات ديالي وصايبت لهم المافين وحضرت معكم حتى الناباج اللي عارفه غينفعكم ينفعكم آه غادي نوريكم كيفاش جا الشكل ديالهم في الطبق ديال التقديم هكذا كيجي كي الشكل النهائي ديالهم كيف ما زوقناهم ودرتهم بحال هكذا في الطبق ديال التقديم غادي نفتح ليكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل كيجيو رطبين وهشاشين وفيهم هذاك النكهه ديال الفانيلا بداك اليوغورت اللي درنا فيهم كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو القليل الا كنتي كتشوفي قناتي الأول مره ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي كنشكر المتتبعات ديالي الغاليات اللي دعمني في القناه آه شكرا لكم ما تنسونيش بلايك ديالكم وتعليقاتكم وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم ونهاركم مبروك